قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في زاد المعاد إذ ذكر ابن القيم رحمه الله عنه قولا تحت حديث رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بربه عز وجل في المنام، وأول هذا الحديث أتاني الليلة ربي في أحسن صورة فقال يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت لا، فوضع يده على كتفي فوجدت بردها بين ثدي الحديث. قال شيخ الإسلام رحمه الله بعد هذا الحديث اتخذ النبي عليه الصلاة والسلام العمامة ذات الذؤابة. قال ابن القيم رحمه الله ولم أرى هذه الفائدة لغيره رحمه الله.